مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث، نبدأها بكلمة لابد منها. كنا نسمع بالمخطط الجهنمي، ونحن نعرف من خطط له ومن سينفذه، ونعرف من قال لنا أننا متوجهون إلى جهنم. إنها الفوضى الطائفية الخلاقة لجماعة السلطة، إنها الطلب من شارعهم وبحجة رفع الدعم النزول إلى الساحات وقطع الطرقات. إنهم تعودوا أن يستخدموا الشارع والدم للبقاء على كراسيهم، كراسي الفساد والنهب والإجرام. إنهم تعودوا استخدام مناصريهم والشعب البريء كدروع لحروبهم وتسوياتهم وصفقاتهم. اليوم لم يكتمل نصاب النصابين، وتحت ضغط أهالي الضحايا وتحت ضغط الحق والقضاء والشعب الحر ألغيت جلسة العار. فبعد أن وزعوا الأدوار، فمنهم من قرر المقاطعة، ومنهم من عقد مؤتمرا صحفيا، ومنهم من أصدر بيانا، ومنهم من أرسل خفافيشه وحراسه ليرصد الطرقات التي تمكنه من الدخول إلى جلسة العار. أيها الوحوش الكاسرة، أيها الذئاب والثعالب، لقد أرهبتم الشعب بشبيحتكم وأفقرتم وأذللتم الناس في لقمة عيشهم وكرامتهم. لقد دمرتم أجمل الأوطان بحروبكم وفسادكم وصفقاتكم، واليوم تخرجون على الناس بالحديث عن العفاف أيها العهار، وتذرفون دموع التمسيح على وطن وشعب، وتعتقدون أن الناس ما زالت تصدقكم. لا أيها المجرمون، خلص الحكي، والشعب الحر الأبي له كلام آخر يبدأ من اليوم. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث، نبدأها بأهم العناوين. جلسة العار طارت، و39 ممانع ساير الرئيس بري. ارفعوا الدعم وسنرفع عنكم آخر نسمة هواء. سلامة شريك وكبش محرقة سلطة الفساد السياسي والمالي. وفي الجولة أيضا، الأونروا قلقة من أنفاق حماس تحت مدارسها. حكومة أفغانستان تعرض على طالبان المشاركة في السلطة. طارت جلسة نصابين بحجة النصاب اليوم، والذين حضروا إحدى جلسات العار ولكي يكون الرأي العام على بينة من أمرهم هم 12 نائباً من كتلة الوفاء للمقاومة، 17 نائباً من كتلة بري للتنمية والتحرير، 3 من كتلة تيار المردة، و3 من كتلة القومي السوري، بالإضافة إلى 3 نواب من تيار المستقبل والنائب نهاد المشنوق. بعد اجتماع بعبدة، رأى الرئيس عون على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وذكر عون بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها. وطالب عون سلامة التقيد بهذه النصوص. في المقابل، سلامة أصر على وقف دعم المحروقات إلا في حال صدور تشريع من مجلس النواب يشرع المس بالاحتياطي. إذن إنها قنبلة موقوتة انفجرت في وجه الناس، إنها قنبلة رفع الدعم عن المحروقات في خبطة عشوائية من السلطة، وفي غياب أي خطة حماية لدعم الأسر الفقيرة والأشد فقراً. القنبلة انفجرت مع صدور بيان لحاكم المصرف المركزي أعلن فيه الاستمرار بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد المحروقات، ولكن مع احتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق. وبالتزامن، وكما تقدم، ألغيت جلسة العار لمجلس النواب، فقد شرعيته ولم يكتمل نصابه اليوم، حيث حضره 39 نائبا ما زالوا يعاندون قرار الشعب برفع الحصانات. وفي السياق، تجمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام تقاطع فدان اليونسكو بعد أن تعذر وصولهم إلى أمام مقر اليونسكو لتنفيذ اعتصامهم.
ومن أمام قصر العدل أكد عدد كبير من المحتجين أن مجلس النواب سقط شعبيا، والتحقيق يجب أن يكون لدى القاضي طارق بيطار وليس بيد المجلس. عودة إلى انفجار قنبلة رفع الدعم الذي أحدث دويا طال معظم المناطق التي نامت واستفاقت على احتجاجات رافضة لكل ما يجري، ومنذ الصباح الباكر قطع عدد من المحتجين وفي أكثر من موقع الأوتوستراد الساحلي من الدامور وصولا إلى العاصمة احتجاجا ما أدى إلى ازدحام سير خانق، وحاول المحتجون الغاضبون تكسير ما استطاعوا الوصول إليه. وفي الصيدة عمد السائقون العموميون وعدد من المواطنين إلى إغلاق دوار مجان بسياراتهم احتجاجاً على قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات. إلى ذلك قطع محتجون الطريق التي تربط طرابلس بعكار بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة عند مبنى البلدية في المنية وعند محطة الأكومي في البداوي، ومنعوا السيارات من الدخول احتجاجا على فقدان المحروقات والأوضاع الاقتصادية المتردية. كما قطع محتجون طريق ظهر العين الكورة احتجاجا على انقطاع المازوت والبنزين. وأقفل محتجون صباح اليوم المدخل الشمالي لبلدة قعقعي الجسر احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة ورفع أسعار المحروقات وإطفاء مولدات الاشتراك والتأمين الكهربائي القاسي. وعمد المحتجون إلى وضع سياراتهم وسط الطريق وأحرقوا الإطارات المطاطية، ما تسبب بإقفال الطريق نحو النهر ومنطقة الغندورية. كما عمد أصحاب الفانات بدورهم إلى قطع طريق المصنع راشية عند نقطة دار الحنان احتجاجاً على انقطاع البنزين والمازوت. طوابير الظل على الأوتوستراد الجنوبي ساهمت أيضاً في ازدحام، مما أدى إلى تشابك خطوط السيارات مع بعضها لا سيما في الجي والدمور، ما تسبب بازدحام سير خانق، وتم تحويل السير إلى الطريق القديمة في الدمور والنعمة. مشهدية الازدحام كانت مماثلة أيضا في إقليم الخروب. وفي أول تعليق للمصرف المركزي بعد رفع الدعم قال: لقد دفعنا 800 مليون دولار في خلال شهر تموز دعم المحروقات، والمواد لا تزال مفقودة. من جهة أخرى أصيب 26 شخصا بحالات اختناق وحروق طفيفة ومتوسطة نتيجة حريق شب داخل مستودع للأعلى في بلدة قرسيطة الضنية. وعلى ضوء كل ما يجري، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عن اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم للبحث قرار الحاكم المصرفي المركزي. مالياً تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 20,950 و 20,900 ليرة للدولار الواحد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية وضع 6 ملايين طابع مالي من فئة 250 ليرة قيد التداول. في بيان لها أكدت المديرية العامة للنفط أن جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم أمس الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معا في عمليتي للبيع والتوزيع. وأضافت المديرية أن أسعار المحروقات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات، وتتمنى المديرية عدم تبنيها حرصا منها على الشفافية والموضوعية، وتطلب ممن يتداول بهذه الأسعار غير الدقيقة التأكد من المصدر المعني بإصدار الأسعار منعا للتشويش. في المواقف، اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله بعد اجتماعه مع أصحاب شركات الإسمنت أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامي كان غير مسؤول، وأشار إلى أن السعر السابق للطن الذي حدد ب 627 ألف ليرة وضع على أساس سعر الدولار 11 ألف ليرة، واليوم رفع سعر طن الإسمنت إلى 1,100,000 ليرة يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل، يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 1,400,000 ليرة. الوزير جبران باسيل اعتبر أن الدعم لن ينتهي بل سيخفض من 7 مليار دولار سنوياً إلى 3 مليار، واصفاً موضوع فتح الاعتمادات بأنه صار نوعاً من البهدلة، ومن هنا نحن لا نتكلم عن سلعة يمكن الاستغناء عنها، بل هي الطاقة والتي هي أساس كل شيء،
ومن دونها تطال الأزمة المستشفيات والمزروعات والاتصالات. أشبعنا العهد القوي وعودا براقة ولم تحصد منها إلا الرياح، كفى كذبا ونفاقا. تقرير لسفنتين. حبل الكذب قصير والكذب ملح رجال العهد القوي، وفي طليعتن الصهر المدعوم من عمه. هيدا الشي كلنا منعرفه، لكن عند الصهر وعمه حبل الكذب طويل وما إله نهاية. باعتراف منه قال بالصوت والصورة إنه كان بيعرف بنترات الأمونيوم وما عمل شي، واليوم وبكل وقاحة وعجرفة رفض إعطاء الإذن بملاحقة توني صليبة وبده يطلع بدري ظاهر من الحبس. وهيدا الشي منه غريب على جنرال بعبدة. مبارح طلب من رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، وبشهادة مستشار جبران باسيل وزير الطاقة ريمون غجر. اليوم ما خلى كذب جبران ما كذبه، وأصلاً صار الكذب عادي عنده في كل طلاته ومؤتمراته. مش هو جبران يلي وعد بعظمة لسانه اللبنانيين بأنه الكهرباء رح تصير 24 ساعة بال2015، وبعدنا ناطرين بينوكيو العصر. ما بدهم يرفعوا الحصانات بانفجار المرفأ ليغطوا على المجرمين، وبدهم يقتلوا اللبنانيين برفع الدعم. خلص الحكي والمسايرة، صار لازم تنرفع الحصانات عن الصهر ويلي داعمه قبل ما يخلص عهده الجهنمي ويبطل في بشر تحاسبه. النائب وليد جنبلاط قال في مؤتمر صحفي: كنت أول من دان انفجار المرفأ وأول من طالب آنذاك بلجنة تحقيق دولية واستقالة الحكومة، والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف هو إنكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ووصل الحقد عند هذه المجموعات إلى أنها تمنت لنا الموت. وأشار جنبلاط من جهة أخرى إلى أنه لم يفي بعض الذين أتوا إلى منزله من ممثلي عشائر خلدي في تسليم المطلوبين، لذلك اتخذت قرار الانسحاب من الموضوع وترك التحقيق للجيش والجهات المختصة، ودعا إلى ضرورة تسليم المطلوبين. النائب بلال عبد الله علق على قرار المصرف المركزي قائلا: للأسف هناك استقالة تامة من المسؤوليات، وهناك من ينحر البلد تحقيقا لمناصب وحسابات، وإذا استمرت هذه السياسة فلن يبقى لبنان. ولفت إلى أن المسألة ليست مسألة رفع الدعم، إنما عجز الدولة عن وقف التهريب، مؤكدا من جهة أخرى أن لبنان فقد نحو 80% من الأدوية منذ أكثر من شهر، وسأل: هل نحتاج إلى معجزة لتأليف الحكومة؟ أعلن الأمين العام لحزب التشناق النائب أجوب باكرادونيان أنه انطلاقا من حرص الوصول إلى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وعدم اتخاذ مواقف ومزايدات شعبوية تحرف الأنظار عن الهدف المرجو، قررت كتلة النواب الأرمن عدم المشاركة في جلسة اليوم. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وفي مراسم أحياء ذكرى عاشوراء قال: أكدنا مراراً أن هناك من يتآمر على أنفاس الناس ورغيفها ودوائها ونفطها وبقية قدرتها على العيش، وفي هذا المجال فإن رفع الدعم عن دولار المحروقات دون أي ضمانات حكومية قرار جهنمي بإعدام الناس وإبادتها وشطب كارثي للاقتصاد المتحضر أصلاً، وإصرار على تحويل الناس إلى حطب وجنائز ومقابر لصالح قلة سياسية مالية تبتلع البلد والناس. كلف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم القوى الأمنية المختصة تسيير دوريات على محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة للتأكد من بيع مخزونها من المحروقات من مادتي المازوت والبنزين. البطاقة التمويلية التخديرية هل ترى النور في ظل تيار العتمة؟ تقرير فراس القاضي. تزامنا مع رفع الدعم عن المواد الأساسية وأهمها المحروقات والدواء، ومع بلوغ نسبة من هم تحت خط الفقر من الشعب اللبناني 55% بحسب تقديرات الهيئات الدولية، أعلن مجلس النواب نهاية شهر حزيران الماضي عن تخصيص بطاقة تمويلية للأسر الأكثر فقرا.
بعد موافقته على طلب الحكومة بفتح اعتماد بقيمة 566 مليون دولار وفق الاتفاق المعمول به مع مصرف لبنان كي يتولى تمويل البطاقة التمويلية. وجاء التأكيد أن لبنان سيحصل على قيمة 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، لكن المهم أن يستخدمها بحكمة، ويفترض أن يذهب جزء من هذا الاحتياطي لتمويل باقي كلفة البطاقة، فيما يفترض أن تستهدف البطاقة حوالي نصف مليون عائلة، على أن تستثنى بعض العائلات التي تستفيد أصلاً من برامج مساعدات أخرى. وعليه وضعت سلسلة معايير سيشطب على أساسها من تتوافر فيهم هذه المعايير من لائحة المستفيدين، وأبرزها الأسر التي تقيم في لبنان فترة زمنية تكون ما دون 183 يوماً، أي 6 أشهر. من تجاوز مدخوله الشهري ل 800 دولار أو السنوي 10,000 دولار. أصحاب الحسابات المصرفية التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار. الأسر التي تصلها حوالات خارجية تتخطى قيمتها السنوية ل 3,000 دولار. الأسر التي تدفع بدل إيجار سنوي يتجاوز 10,000 دولار. ومن يملك سيارتين تم تسجيلهما بعد العام 2018. ويبقى السؤال، هل ستكون هذه المعايير شفافة وسيتم التأكد من عدم تطابق هذه المعايير على المتقدمين بطلبات الاستفادة؟ من أنبائنا العامة، قال مسؤولون إسرائيليون مطلعون لصحيفة هارتز أن المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز يعتقدون أن فرص عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ضئيلة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن أعضاء وفد بيرنز أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم لا يتوقعون أن تثمر المحادثات مع إيران التي تروج لها القوى العظمى العالمية إلى أي صفقة. تتواصل لليوم الثالث في السويد محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري، وكانت قد عرضت صور واسم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال اليوم الثاني من محاكمة القاضي نوري المتهم في قضية إعدامات عام 1988 في إيران. وبحسب الادعاء العام السويدي فإن رئيسي كان عضوا في لجنة الموت المسؤولة عن إعدامات عام 1988. في غضون ذلك دانت الأرجنتين تعيين وزير إيراني متهم بارتكاب اعتداء في بوينس آيرس. نبقى في الشأن الإيراني، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية حذرت مسيرة أمريكية من الدخول في مجالها الجوي قرب مضيق هرمز. عربت وكالة الأمم المتحدة أونروا عن قلقها لوجود أنفاق لحركة حماس بالقرب من بنى تحتية تابعة لها في قطاع غزة من ضمنها مدرسة، وقالت في بيان أنها تدين وجود بنى وأنفاق واحتمال استخدامها، مضيفة أنها احتجت لدى السلطات في غزة على الأمر، كما احتجت الوكالة على استيلاء على إحدى مدارسها، الأمر الذي يقوض حرمة وحيادية مباني الأونروا. أعلن الاتحاد الأوروبي أن حرائق اليونان أدت إلى إتلاف أكثر من 100,000 هكتار من الأراضي. في موقف مفاجئ عرضت الحكومة الأفغانية على طالبان مشاركتها السلطة مقابل وقف القتال. أعلنت ألمانيا أنها بدأت إصدار تأشيرات إقامة لآلاف الأفغان الذين عملوا مع قواتها. على صعيد آخر، شبهت صحيفة نيويورك تايمز ما يحدث في أفغانستان اليوم بما حدث في العراق إبان عهد باراك أوباما عندما انسحبت من الأراضي العراقية وسيطرت داعش والقاعدة على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية والسورية. وأعلنت الخلافة المزعومة مجبرة أوباما على إعادة الجيش الأمريكي إلى العراق مجدداً. تعرضت وكالة الفضاء الهندية لانتكاسة أثناء محاولة وضع قمر صناعي لمراقبة الأرض في المدار، وذلك بسبب خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي في الساعات الأولى من صباح اليوم. في أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة، سرق قراصنة حوالي 600 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة التمويل بولي
نتورك اللامركزية، وقالت المنصة أن القراصنة استغلوا ثغرة أمنية في نظامها وحثتهم من خلال رسالة نشرتها عبر تويتر على التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة. وأضافت المنصة أن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى وستتم ملاحقتهم. أعزائنا المشاهدين، في نهاية جولتنا ننقل لكم عبر هذا الفيديو تسجيل صوتي لمسؤول حكومي عراقي يفضح فيه وزير الطاقة ريمون غجر والحكومة اللبنانية، ويلمح أنه ربما يكون وراء التأخير صفقة كان يعد لها تيار العتمة القوي. نبقى مع التسجيل الصوتي. أول بحب بلش بشكر من القلب للدولة العراقية، لو وصلنا للاتفاقية اللي مضيناها اليوم، اتفاقية شراء 1,000,000 طن من الفيول الثقيل من دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. هلا عم يتداول اخبار كتير بخصوص الوزير ريمون غجر، شو القصة وشو المشكلة اللي صايرة بالضبط؟ والله ما اعرف اذا في مشكلة او قصة، ما يعني لا علم لدي، لكن الوزير كان قد وعد اللبنانيين بعشرة ايام اوكي في مؤتمر في مطار بيروت لما رجعنا من بغداد، واللبنانيين صاروا يسألوني رأي العام وسأل الإعلام إلى ما إلي أصدقائنا المتابعين أنه وين صاروا هاي العشرة أيام. أنا كنت أقول عليكم أن تسألوا وزير الطاقة فقط، يعني لأنه أنا ما عندي جواب، لأنه العراق نفذ كل التزاماته مع الجانب اللبناني وأكثر. العراق أعطى للبنان هبة مساعدة نفطية بقيمة 400 مليون دولار، والوزير قال هذه الهبة ستساعد لبنان 6 أشهر في معدل 8 ساعات كهرباء، وقال إنه راح نخلي على المنصة هذا الإعلان ولا بلا 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 إلى آخره. إلى الآن لا يوجد شيء، ومن حقهم اللبنانيين يسألون. طلع من عنده بيان اليوم إذا تابعتي أو شفتي، قال هذه القضية بدها شهور، وهون صرنا في مأزق آخر. يعني بس أنا هلأ اللي بدي أسأله، الفيول العراقي مشي على لبنان؟ الفيول العراقي ما بيمشي على لبنان إذا لبنان لم يعلن أي شركات ستتم إبدال هذا الفيول. طب وهلأ وين المشكلة، الشركات ولا المشكلة من الوزير غجر؟ المشكلة في مشكلة التأخير عند الوزير غجر في وزارة الطاقة مع هذه الشركات اللي لازم هي تروح على المناقصات العلنية اللي لازم يشوفوها كل اللبنانيين عبر الانترنت، يعني أونلاين على منصة توضع لوزارة الطاقة اللبنانية وتقول لدينا 1,000,000 طن من زيت الوقود الأسود، من الشركات الفاعلة في لبنان أو غير لبنان قادرة على إبداله. هذا الكلام كان المفروض يصير قبل 10 أيام، قبل 20 يوم، لين أطرت لهلا وزارة الطاقة. يعني هل لبنان يحتمل هذا التأخير بحكم ما يمر به الآن؟ أكيد يعني هذا التأخير ما فينا نحن نتحمله كلبنانيين. بس هلا الوزير غجر قال انه هول الانواع من الاتفاقات بتاخذ حوالي الشهر من الوقت لحتى يتم انجازها كرمال كل المراحل التقنيه فيها يتم انجازها. طيب اذا يعني المشكله هل هي بدها فعلا هالقد وقت؟ هل بدها شهر؟ ما اعرف والله، مش هو سالوه يعني تحتاج شهر، لماذا صرحوا يحتاج له 10 ايام بالبدايه؟ ليش هلا بين انه بدها شهر يعني؟ وحضرتكم قلتوا انه اي سؤال عم يسألوا اللبنانيين ليه هذا التأخير، قلتوا انه سألوا الوزير غجر هو بيتحمل مسؤولية تأخير وصول الفيول العراقي للبنان. مش يتحمل، لم نقول الوزير يتحمل مسؤولية تأخير لبلا بلا الى اخره، قلنا اسألوا الوزير غجر هو المعني، باعتبار ان الدولة العراقية اخرجت كل ما لديها من وظفت كل ما لديها من امكانيات لمساعدة اللبنانيين. نحن في غضون 24 ساعة في الدولة العراقية، وقعنا رسميا مع الجانب اللبناني بحضور دولة رئيس الوزراء سيد الكاظمي بتصويت إجماع من مجلس الوزراء على أن يكون هنالك شبه مساعدة إلى لبنان أو شبه هبة إلى لبنان بهذا النفط. هذا النفط الآن المفروض وزارة الطاقة اللبنانية تعمل إعلان قبل 10 أيام، قبل 3 أسابيع، قبل أسبوعين، تقول لشركات النفط العالمية اللبنانية في عندنا 1,000,000 طن من النفط الأسود من زيت الوقود
من هي الشركات القادرة على إبداله بمازوت يشغلنا الكهرباء؟ هذا الإعلان ليش ما موجود إلى الآن؟ هون السؤال، ليش ما موجود إلى الآن؟ إعلان إعلان مجرد إعلان، بده 10 أيام، ما بدنا نروح للعقبات وما أعرف إيش، بده هذا الإعلان حتى ينحط على المنصة وعلى الإنترنت والآخر، بده هذا الوقت مثلاً برأيك؟ يعني التأخير من الدولة اللبنانية وتحديداً من وزارة الطاقة، من الوزير غجر. وانتم تقيمون، انتم اللبنانيين تقيمون، العراق انجز كل ما عليه واتم كل ما عليه، انتم كلبنانيين تقيمون وتفتشون كصحفيين استقصائيين، تروحون تسالون الوزير اذا جاوبكم وتشوفون التاخير من من. يعني كان بالاول على اساس خلال 10 ايام بيتم انجاز هيدا الاتفاقيه، هلا صارت بدها حوالي الشهر، فالسؤال هون ليش كل هيدا التاخير؟ طبعا شو دوافعه وشو اسبابه؟ هل هنالك شركات يعني لا تقبل بذلك، مثلا شركات مستفيده؟ ما شو المشكله يعني؟ بحسب تحليلاتكم شو اللي عم بتشوفوه من نظرتكم؟ والله انا امثل موقع رسمي في الدوله العراقيه وانا لا احلل، انا فقط تحدثت عن معلوماتي ان الدوله العراقيه بحسب القرار 183/2021 صوتت بالاجماع ب 11 فقره على مساعده لبنان، وهذه المساعدة هي غير مشروطة بل وحتى دون قيد، يعني ولم تفرض شيء. إعلان عن الشركات التي ستقوم باستبدال هذا النفط، حتى هذه الشركات الجانب العراقي رجع رقمي هي، وإلى الآن لم يوضع إعلان عن المناقصة، لا يعني لا يوجد شيء واضح. طب حضرتكم تواصلتوا مع الوزير غجر لحتى تشوفوا ليش هذا التأخير؟ والله لا علاقة لنا بالتواصل لمعرفة هذا التأخير وأسبابه، باعتبار أن اللبنانيين هم المعنيين، يعني المسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين، رأي عام، دولة، حكومة، وزارة الطاقة، هي المفروض أن تتابع أنه هذا وين صار الاتفاق. يعني حاولت أتصل البارحة بالوزير لكن لم أوفق، يعني ما أرد عليه، ما أعرف، صديقنا وخينا هو ظاهر مشغول، خلينا ساكتين، أكتفي بهذا. ليه ما وضعت المناقصة؟ ليه قلتوا المناقصة بدها توضع في غضون يوم أو يومين وراح تنهار الشركات على هذا النفط وراح يوصل بعشرة أيام؟ ليش إلى الآن ما فيه؟ ليش الآن صرتوا تقولوا شهر؟ بس هلا قلبي محروق عليكم، ما لازم يصير فيكم هذا، لازم يطلع حدا شجاع، لازم يطلع حدا شجاع يتحدث إلى اللبنانيين بشفافية ويقول مشكلتنا 1 2 3، لأنه لو هذا النفط العراقي وصل إلى لبنان كان بإمكاننا نشتغل على ملفات أخرى نساعد فيها لبنان. أما إذا إحنا نشوف المشكلة عندكم والمصيبة عندكم، مين بده يساعد لبنان بعد يا عزيزتي؟ بالدرجة الأولى بحب طمن اللبنانية إنه ما في عتمة. جولتنا مع الحدث انتهت، مزيد من الأخبار تجدونها على موقع tv17.com. إلى اللقاء.